بعد اول خبرين يعني هيك شيء. مشاهدينا ويعطيكم العافية، وحلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة معي أنا ياسمين خريشي. حلقتنا لليوم راح تكون إن شاء الله حلوة، راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بموضوع حلقتنا لليوم على الأرقام يلي عم تظهر بأسفل الشاشة، وبناء على طلب المشاهدين تم تفعيل رقم الفايبر. استراحة الظهيرة يأتيكم على شاشة العائلة العراقية سامراء من الساعة الثانية للساعة 3 بتوقيت بغداد. مشاركاتكم على الفيسبوك على صفحتنا استراحة الظهيرة برضو رح نحكيها في حلقتنا لليوم. عنوان حلقتنا لليوم مشاهدينا الرياضة والطاقة الإيجابية. نحن كتير بنعرف إنه الرياضة واحدة من الأمور اللي هي بتسحب من عنا الطاقة السلبية وبتعطينا الطاقة الإيجابية، خصوصاً إنه نحن كتير في عنا ضغوطات بالحياة، إن كان عائلية ولا إن كان بالشغل ولا إن كان بعلاقاتنا، بكتير إشياء نحن بحاجة، يعني بتحس أوقات إنه أنت نفسك تصرخ، نفسك تسمع أغاني، نفسك تسمع قرآن لحتى تهدى شوي. هاي هي الطاقة الإيجابية السلبية اللي إحنا بحاجة إنه نطلعها من جسمنا لبرا. ولازم اهم شيء انه نحن نعرف مين نصاحب ومين نصادق. حاولوا قد ما بتقدر انكم انتم تكونوا برفقه الناس الايجابيين. في ناس متدمرين وفي ناس سلبيين كثير، هذول الناس كل ما قعدت معهم اكثر وكل ما اختلطت فيهم اكثر كل ما انتقلت الطاقه السلبيه من عندهم لعندك. لهيك ابعدوا عن هذول الناس واحضرونا، نحن كلنا طاقة إيجابية في برنامج استراحة الظهيرة اللي بيجيكم من الساعة 2 للساعة 3. رح أبلش معكم مشاهدينا. هو المفروض أنه أنا أخذ أغنية هلأ، بس ما بدي أخذ أغنية عشان اليوم في معنا ضيفتين ما بدي أتأخر عليهم، فرح أحكي وأبلش فقراتنا على السريع عشان نستغلهم ونستغل الوقت أكثر وناخذ منهم أسئلة وأجوبة أكثر وأكثر. الخبر الأول من فقرة الأخبار المنوعة، أنشد الآلاف من الفلسطينيين والعرب من يوم السبت الماضي في وقت واحد من أماكن مختلفة من داخل وخارج فلسطين نشيد موطني على أن تجمع المشاركات في فيلم قصير ويتم منتجته لاحقا. وأطلق المبادرة اللي هي لنغني موطني نشطاء فلسطينيون من القدس تزامنا مع المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وذلك رغبة منهم في التأكيد على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. نشيد موطني قصيدة وطنية كتبها الشاعر الفلسطيني الراحل إبراهيم توقان، طبعا كلنا بنعرف، ولحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل بالعام 1934، وأصبح النشيد الرسمي لفلسطين منذ ذلك الوقت، حتى تم اعتماد نشيد فدائي في الستينات في بداية الثورة الفلسطينية وموطني.
وشو أغلى من الوطن على قلوبنا، وهاي تحية من برنامج استراحة الظهيرة لشعبنا وإخواننا في العراق وأيضا في فلسطين وكل الوطن العربي. وموضوع حلقتنا اليوم من هلأ رح نبلش ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم مشاهدينا. موضوع حلقتنا اليوم الرياضة والطاقة الإيجابية، أنت كيف بتفرغ الطاقة السلبية يلي عندك؟ واليوم رح يكون في عنا ضيفتين رح يحكونا عن نوع من الرياضة، نوع مختلف، هو يعني شوي نسائي أكتر. رح تكون اتصالاتكم ومشاركاتكم لضيوفنا لحتى تسألوهم أسئلتكم واستشاراتكم بخصوص الرياضة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ الله يجعلني، شلونك؟ منيحة. مين معنا؟ محمد محمود من سامراء، حاليا ساكن في ثمانية. محمد من سامراء، تفضل يا محمد. البرنامج ما عرفت شنو عن شنو الرياضة، أنا طاقتي كهرباء عندنا. عن الرياضة يا محمد، يعني بتحس حالك أوقات إنه أنت لازم تلعب رياضة لحتى ترجع لك الحيوية؟ ألو؟ إذا بترجع بتحكينا محمد، اتصال أبداً مش واضح، يا بترجع بترنوا شباب على محمد أو محمد أنت بترجع بتحكينا. ومستمرين باتصالاتكم مشاهدينا، إذا معي اتصال أعطوني أو خلوني أنتقل على الخبر الثاني. مين معنا؟ ألو، كيفك يا زياد؟ أهلا وسهلا، شلون شختي؟ منيحة، شو أخبارك؟ الحمد لله، أنتم شلونكم؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله. أنت زياد بتعاني من مشاكل صحية؟ إن شاء الله أنه لا يعني. والله كثير جد نعاني من معاناة الصحية أختي. والله. طب بتلجأ للرياضة؟ أيوة، بتلجأ للرياضة وللحمية؟ شيء أكيد جد نحاول، بس نرجع للرياضة بس نشوف ما لها أي فائدة أختي. أها، ماشي يا. أي أيوة والله. زياد صح ولا أنا غلطانة؟ نعم زياد. أوكي يا زياد، شكرا كثير، حضرنا لنهاية الحلقة. رح تطلع معنا ضيفتنا، ضيوفنا التنتين هم فعليا رح يحكوا بخصوص الرياضة والبدانة وكثير مشاكل بتخص الصحة، كيف نحن لازم نحلها ونحن في البيت. ألو بشار، كيفك يا بشار؟ طب رح اروح للخبر الثاني، بيكون بشار رجع حكينا ولقط مع الخط عشان نخلي الاتصالات لحين ما يفوتوا معنا ضيوفنا على الاستوديو. وهلا رح انتقل لخبر رياضي والصحة، لماذا نشعر بالجوع طيلة الوقت؟ هذا السؤال أنا رح أسأله لضيفتنا بعد ما تنضم معنا بالاستوديو. إذا كنت ممن يشعرون بالجوع طيلة الوقت ولسبب غير واضح، فلابد أن هناك شيئا ما في أسلوب حياتك أو عاداتك أو حالتك النفسية أو الصحية يسبب ذلك. فلا يفترض أن يشعر الإنسان برغبة مستمرة في تناول الطعام، معناها أنا على ما يبدو عندي اضطراب نفسي. وغالبا إذا استبعد وجود أي سبب صحي كاضطرابات الهرمونات أو الإصابة بالسكري أو تناول أدوية تسبب هذا الشعور، غالبا ما يكون هذا الشعور بيرجع أو الشعور بيرجع لحاجة عاطفية أو شعور بالوحدة أو الاكتئاب الدفين والذي نكتمه عمن حولنا، أو قد يكون اضطراب عاطفي. في هناك أسباب رح نحكيها باختصار قد تسبب أو تبرر الشعور بالجوع، منها إصابة الجسم بالجفاف وعدم القدرة على النوم، الحد من استهلاك الكربوهيدرات النشوية، وحالة الإجهاد وتناول الطعام بسرعة. كتير في ناس بتناولوا الطعام بطريقة سريعة حتى بتحسهم ما بيبلع، يعني هيك ما بيمضغ، بياكل اللقمة بيبلعها على السريع. بعتقد انه هذا الشيء بيسبب الجوع او الشعور بالجوع المستمر. رح نروح لأغنية وبعديها نشوف من ضيوفنا لحلقة اليوم. ورجعنا مشاهدينا. طبعا الشاعر مأمون النطاح كلنا بنحبه، وكان ضيف من خلال برنامج فوكس مع محمد العلوي. واخر اخبار
السينما والفن رح نحكي لكم إياها في حلقاتنا الجاي مع محمد العلوي. لا تقتصر فوائد الرقص فقط على خسارة الوزن والحصول على جسم رشيق، بل ثبت مؤخرا أنها تؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة للفرد، خاصة على صحة القلب والعظام. ولم تقتصر فوائد ما يطلق عليه رجيم الرقص عند كونه أسرع رجيم للتخسيس أو لتخسيس الجسم أو على تأثيراته على الصحة العامة، كونه يأتي ثاني أفضل رياضة بعد المشي، أو لكونه وسيلة جيدة لخسارة الوزن خصوصا ونحن قاعدين بالبيت. فقد ثبت بالدراسات الحديثة علاقة الرقص بالصحة النفسية للفرد ودور الرقص كوسيلة فعالة لتحسين العلاقات الاجتماعية للشخص وعلى صفاء ذهنه ومنح الفرصة للتفكير بشكل إيجابي. طبعا احنا مش بنحكي عن نوع معين من الرقص، في رقص نحن مش كلنا بنعرفه، رح نحكي عن انواع كتير للرقص، وايضا يؤثر على التصرف بشكل اكثر حكمة. هذا غير أن للرقص علاقة مباشرة بتسهيل عملية الولادة بالمقارنة مع النساء قليلي الحركة. اليوم عنوان حلقتنا مشاهدينا هي الرياضة والطاقة الإيجابية. اليوم رح نحكي عن نوع من أنواع الرياضة وهو الرقص، بغض النظر كان زومبا، رقص شرقي، التانجو، السالسا، كتير في أنواع، أو الأيروبيكس اللي هو كتير إحنا هلأ بنعرفه، في أنواع للرقص كرياضة هي مهمة كتير، وبيقولوا أنه هي كتير منيحة لأنها بتحرك كل الجسم وبتطلع الطاقة السلبية من أجسامنا. اليوم أنا رح أستقبل ضيفتين معي في استوديوهات استراحة الظهيرة، الدكتورة سميرة عرابي ولا عرابي؟ عرابي. الدكتورة سميرة عرابي أستاذ الدكتورة في الجامعة الأردنية، والأستاذة غدير عميرة ماجستير تدريب رياضي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بحضرتك. أهلا فيكي. بداية أنتوا عملتوا برنامج جديد اسمه رقص ميراش أو هيك شيء؟ ميراش. ميراش. بدنا نعرف شو يعني، كيف طلعتوا بهاي الفكرة إنه ميراش، وشو يعني ميراش؟ لكن قبل هيك شو تشربوا؟ ولا شيء، شكرا. لا انت بتحبوا الشاي الاخضر والبابونج شاي اخضر؟ شاي اخضر اكيد. برضه شاي اخضر؟ في نسكافيه اذا بدكم. لا لا، شاي اخضر. شاي اخضر مع الصحة. انا راح اقوم اعمل لهم شاي اخضر. بتكون الدكتوره سميره حكيت لنا شو يعني ميراش. اوكي تفضلي. السلام عليكم. احنا النهارده عندنا برنامج بنطرحه في السوق، نقول لفايدته الكبيره، اسمه ميراش. انا سامعتك احكي ميراش. دي اختصار للاسم الكبير اللي غدير بعد شويه هتفهمنا التسميه دي جت منين. ولكن هو ميراش هو دمج ما بين الرقص الشرقي اللي احنا كلنا في الشرق الاوسط بنحبه، على مستوى العالم دلوقتي كل الناس بتحبه وبتميل اليه، الى جانب الحركات الاساسيه من الايروبيك اللي هو في الاسلوب الحر بتاعه. عملنا دمج ما بين الاثنين، بس الدمج ده كان الحقيقه على اساس علمي وعلى اسلوب يناسب المراه، بحيث ان احنا ما نعملهاش اجهاد، ما اذا كانت في حاله مش طبيعيه، نقول مثلا عندها هشاشه مش حاله طبيعيه زي اللي عندهم مرضى السكر، مرضى الربو. هشاشه بالعظام يعني؟ هشاشه العظام. فدي كلها حالات خاصه، البرنامج بتاعنا بيقدر يتكيف ونكيفه احنا. نعم. بان احنا نديها فضل. مستويات للحركه بدون سكر طبعا. يسلموا ايديكي. طبعا شكرا. فبنديها الحركه اللي بتناسبها وتناسب وضعها الصحي. اوكي. فالبرنامج مستوحى من تراثنا الشرقي زي ما قلنا، رقص شرقي وكمان الموسيقى. ايوه الموسيقى العربيه، الاغاني اللي كل الناس بتحبها، الحركه اللي موجوده بالموسيقى العربيه، يعني الموسيقى نفسها انه الحركه اللي فيها، يعني نوع الموسيقى مش هادي خلينا نقول. على حسب. أوكي. لان عندنا بعض التراكس اللي فيها مرونه وفيها هدوء وفيها تقسيم زي ما بنقول، وفي بعض التراكس فيها بانشات والقوه. أيوة. لان بدي اعمل تمرينات قويه. فعلى حسب العنصر اللي احنا هنتكلم فيه احنا بنحط الموسيقى بما يتناسب. حلو. أنا حسيب الغدير تقول لنا منين جت اختصار تسمية ميراش وفي نفس الوقت الفكرة بتاعت ميراش. بعد إذنك أنا أخذت دورك. أستاذة غدير. هلأ ميراش هو اختصار لميدل إيست ريزيستنس إيروبيكس شرقي.
هو برنامج رياضي بهدف لتحسين كل الأجهزة الجسم، وبنشتغل إحنا على كل عناصر اللياقة البدنية بميراش. يعني هلأ إحنا عملنا ميراش اللي هو طبعاً بلشت فكرته إنه أنا توجهت للدكتورة سميرة بوقت دراستي بالماجستير حتى نعمل إشي جديد بالرياضة. حلو. إشي جديد ونفس الوقت يخدم السيدات، لأنه السيدات باعتبار طبيعتهم هو ما بيخدم إلا السيدات، صح؟ هلأ إحنا برنامجنا على السيدات. أوكي. حالياً طبقنا على السيدات وطلعت النتائج تبعته كمان على السيدات لما قسنا كثافة العظام عندهم، وكلهم تحسنت كثافة العظام الحمد لله، وكان البرنامج إيجابي 100%. حلو. وإن شاء الله لقدام يعني ممكن نعمل برامج تانية، بس هلأ إحنا تركيزنا مبدئياً على ميراش بأشكاله. حلو, حلو. ممتاز. طيب هو أنت وإحنا بنحكي تحت الهواء قلتي لي ركزي على كلمة برنامج، شو القصد يعني؟ ما فهمت عليكي. هلأ هي مش حصة ولا هي إنها أغنية بس إحنا عم نقوم نتحرك عليها، هو برنامج. البرنامج اللي هو إنه فيه له تسلسلات علمية، فيه له حصص بتنبنى. يعني قصدك اللي بيمارس رياضة أو الرقص ميراش؟ أيوة. هو داخل ببرنامج، مش داخل حصة رح يخلصها ويروح. هلأ أوضح لك أكتر. ميراش هلأ ميراش هو مش رقص. هلأ هو مستوحى من الموسيقى الشرقية. يعني إحنا بنشتغل حركات رياضة، حركات إيروبكس، حركات مقاومة، بس على الموسيقى العربية، لانه كل البرامج اللي احنا بنلعب عليها بالانديه الصحيه بتكون على موسيقات اجنبيه، بتجينا برامج صح من برا. صح. فاحنا ما في عنا برامج عربيه. صحيح. مثل الزومبا وال اكثر شيء هلا الايروبكس بالزومبا، يعني اكثر شيء الناس عم ترقص على الزومبا كلها موسيقى غربيه، لانه الرقص بانواعه هو اكثر شيء بيعمل حرق للسعرات الحراريه. في اقبال على ميراش؟ الحصص مليانه وعم بطلبوها بشكل كتير كبير. وين عندكم هون بعمان؟ هلا حاليا عم ندرب فيتنس وان، وفي بعض المتدربات اللي اخذوا دورات ميراش. هلا احنا عم نطلع مدربات عشان ننشر الفكره اكثر. حلو. في باكثر من منطقه، في بمرج الحمام بدربوا، في بدبوق. حلو. ممتاز. ان شاء الله شوي شوي بننتشر فيه لكل العالم مش بس بالاردن. حلو. طب من الناحيه الفسيولوجيه شو هي اهميه برنامج ميراش؟ برنامج ميراش الحقيقة لي جوانب فسيولوجية عديدة، مش بس جانب واحد. لو جينا بس بصينا على الهدف الأساسي، هو تحسين مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. أوكي. يعني نحن في عندك اللياقة البدنية نوعين، اللياقة البدنية اللي بيستخدموها في الملاعب الخاصة بكل لعبة، دي بنسميها المرتبطة بالمهارة، وإنما المرتبطة بالصحة هم أربع عناصر. اول عنصر فيهم اللي هي اللياقه القلبيه التنفسيه. ايوه. ازاي تعمل تمرينات تعمل على تحفيز عضله القلب وتقويتها وتحسين مستوى ادائها، وكمان اللي هو الجهاز التنفسي ازاي يكون كفاءه. حلو. في التنفس وعمق التنفس والكلام ده كله. قديش نحن بنلعب رياضه بس ما كنا متخيلين انه في رياضه خصوصي لحتى نحفز عضله القلب او الجهاز التنفس، يعني احنا هيك بنلعب على السبحانيه زي ما بيقولوها. بالضبط. فعشان كده في ناس يعني، وفي بعض اللي مش متخصصين مرات بيقول لك انا بعمل كلاس ايروبيك، والستات بيطلعوا منهكين جدا من الحصه. هو كلمه ايروبيك هو نظام طاقه. نظام الطاقة اللي بيشتغل عليه الجسم من الداخل، يعني بيحرق دهون ويكون قادر طول الوقت وهو بيأدي انه يتنفس ويقدر يتكلم. انما في بعض الكلاسز لو تفتكر او يمكن شفتي، تخشي على الجيم بتلاقي نفسك بتقطع نفس ومش قادرة. وبتقولك انا بشتغل ايروبيك، هذا كله ممارسات خاطئة. خاطئة. فنيجي نشوف احنا العمل المستمر لفترة زمنية تزيد عن 20 دقيقة. ايوه. وباستمرار بيستهدف انقباض وانبساط عضلة القلب، وباستمرار قادر يتنفس، هم دول اللي بيحسنوا القلب والتنفس. طب شو علاقته هلا قلتي لي بتشوفوا شيء معين بخص عظم العضل او العظم عظم؟ خليني اكمل انا اقول لك عناصر اللياقه البدنيه، هذه واحده منها. أيوة. وتكلمنا انها بتحسن القلب والتنفس. العنصر الثاني اللي هي اللياقه العضليه الهيكليه، ودي عنصر اساسي من اللياقه البدنيه المرتبطه بالصحه. طيب ازاي برنامجنا احنا بيهتم بالعنصر ده او بيديني طاقه تعمل على تقويه العضله وتعمل على مرونتها والكلام ده كله؟ يبقى انا بدي اعمل الاثقال اللي غدير برضو هتقول لنا الاوزان اللي بنستخدمها في برنامجنا بعد اذنك. حلو. غدير اجل عندك بقدر اروح ولا بدك تجربي على حالك ولا علي؟ عادي بقدر اروح لعند غدير ابو مهند. طيب
هاي شو؟ عشان ما تفاجئيني. هلا هذا الوزن انا حاجة جنبك. اوكي اوكي. هلا هيك احنا بلشنا بنتدرج مع السيدات على هاي الكاميرا بالاوزان. ايش هي؟ بنتدرج مع السيدات بالاوزان. بتبلش السيدة بنص كيلو تلبس، طبعا الاوزان هاي تنربط على زي اسوار بتلبسيها وبتلعب. بالضبط. ايوه وبتلعب. حلو. اجرب اربط لك اياها. ثقيلة؟ نص كيلو. هلا هاي نص كيلو؟ شايفة في حرية في الحركة من غير تقيد ولا مسكة دامبلز ولا شيء. عشان ما يمسكوا هدول ابدا. بالضبط. اوكي بس ثقيلة مو؟ ما هو معلش عشان تستفيدي. طب كيف هيك بدي اتحرك؟ عادي هي حركة. جربي حركي ايدك يعني. هلا كل ما تعملي انت تمرين وبتكراره بصير في مقاومة. انا هيك عم بحمل اوزان حاليا. هيك يعني اخر الحلقة رح انحف. هاي هي الاوزان اللي عم تحكي عنها الاستاذ غدير. بيلبسوا للسيدات بيلبسوهم اوزان مش من احنا شو اسمهم هدول دامبلز. الدامبلز لما نحن بنحملهم وبنلعب هيك بدل ما احملهم وانا اتغلب فيهم والعب رياضه او امارس رياضه الرقص، هاي بتنحت على العيد على الايد على العيد وانا اوريدي هيك عم بكون عم بحمل اوزان. صح. نص كيلو. مش بس انه احنا عم نعمل هلا مش بس انه احنا عمالنا بنعمل شيب للايد، احنا كمان بهاي الطريقه بنزيد كثافه العظام. هلا هاي الهدف منها بتعمل شكل بترسم شكل الايد يعني؟ طبعا هلا بتساعد انها ترسم شكل الايد. وبالاضافه انه بتصير العضلات تضغط على العظام. هلا رح تحكي لنا الدكتوره اكثر على موضوع انه كيف هلا الاثقال شفناها وبنحط زيها على مفصل القدم نفس الشيء. فانا كده زدت كتله الجسم يعني هيك بتخليها تتعب اكثر وتبذل مجهود اكثر. هو الفرد لما بيتحرك اصلا في الطبيعه بدون لعب رياضه مش بيتحرك ضد الجاذبيه الارضيه. فمقاومه جسمك هي تمرين. هاي اخف شوي. ليه؟ لانها اوسع. هاي هاي بتيجي بالنص بس هي نفس الشيء. وفي زيها للقدم للمفصل القدم. هاي من اول ما ابلش معكم انا حبلش. هلا هاي الاوزان من اول ما ابلش. هلا شوف الاوزان هاي احنا بنبلش فيها سيده بتلبسها نص كيلو. نص كيلو على ايديها، نص كيلو بالايد اليمين، نص كيلو بالايد اليسار. هلا شوي شوي لما تبلش تاخذ عليهم وجسمها يتعود بتنتقل للكيلو. طب بعديها بتصفي تنتقل كمان بالاضافه لان الاوزان في ايديها في اوزان في رجليها. لا 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 وين رح نوصل؟ قد ما بتقدر. هلا انا بحكي لك يعني على التدرج، خليني بس نفهم عن الاوزان وبعدين نرجع تاني للياقه. حابه تزيدي شيء على موضوع الاوزان؟ احنا لسه بنتكلم فيه، احنا بس اخذنا النموذج الاوزان عشان نشوفها. اوكي. فالكلام ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل تكراراته، بيعمل زياده قوه العضله وقوه تحمل العضله. طب لما العضله بتقوى ونقول عليها تحملها بيزيد، معنى كده انك انت خزنتي فيها فسيولوجيا طبعا. صح. كمية من الطاقة. عشان كده اللي بيعمل مجهود في الأول بيكون تعبان بس قدام شوية يتعود. قدام شوية بتلاقيه بيقدر يعمل النص ساعة ولا ساعة بكفاءة أفضل. أيوة. ليه؟ إيه اللي حصل؟ يعني أنت لما تكوني ماشية بعربية وفيها بنزين بتمشي مسافة وأنت مطمنة، لما بيكون البنزين خلص بتوقف العربية. نفس الشيء العضلة طول ما هي فيها طاقة ومخزون طاقة عالي بتقدر تعمل جهد مستمر والفترة زمنية أطول. حلو. مما سبق. فهذا بنكون حققنا العنصر الثاني اللي هو اللياقة العضلية الهيكلية. إلى جانب لقيته غدير بتديني الشيب، العضلة لما تقوى بتاخد الشيب ترسم شكل الجسم أو شكل الإيد. للأنثى طبعا بيفضل الشيب مغزلي وانسيابي مش زي الرجل لأن هرمونات الست غير هرمونات الرجل. أكيد. فادي العنصر الثاني. نعم. العنصر الثالث ارجع مكاني. تفضلي خليك. العنصر الثالث في اللياقه البدنيه المرتبطه بالصحه اللي هو المرونه. نعم. المرونه طبعا راس، يعني في حركات مرونه كتير سواء كانت بالايدين بالرجلين بالعمود الفقري بالوسط، فدي كلها بتفيد في مرونه مفاصل الجسم. بتختلف نسبه المرونه من شخص لشخص طبعا. أكيد. يعني إحنا خط البداية بتكون في فروق فردية ولكن مع البرنامج كل حد بيتقدم لازم يتقدم. لازم. طبعا. العنصر الأخير اللي هو مرتبط بالصحة اللي هو تركيب الجسم، يعني نسبة الدهون اللي في جسمنا. وزي ما إحنا قلنا في الأول برنامجنا مبني على نظام طاقة اسمه الإيروبيك سيستم. نظام الطاقة ده بيعتمد على حرق الدهون أولا مع الكربوهيدرات. فهمت عليك. فيعني بالتالي بتقل دهون الجسم سواء كانت الشكليه اللي عامله هيوج وعامله سمنه وبدانه
أو الموجودة داخل الأوعية الدموية اللي هي بتسبب لي الجلطات وبتسبب لي تصلب الشرايين والكلام دي كلها. الدهون ديت البرنامج إن شاء الله يعني مع الوقت بيحرق الدهون، وبالتالي إحنا بنقرب من الصحة. حلو. إلى جانب الطاقة الإيجابية هتكلم عنها غدير في الناحية النفسية وتأثير البرنامج من الناحية النفسية إزاي. بس أنا عندي حتى أنت حضرتك قلتي في الأول الناس اللي عندهم طاقة سلبية نبعد عنهم. أمال مين حيقف جنبهم؟ هن يوقفوا جنب حالهم، ما بدنا طاقتهم يا عمي. لا هقول لك حل حلو قوي. المفروض الواحد لما بيحب يساعد حد عنده طاقه سلبيه يجهز نفسه. انا بخاف ياخد طاقتي الايجابيه. لا بدل انت ما انا انت جهزي نفسك من الاول انك انت عندك طاقه ايجابيه وبدك تساعدي. بدك تخرجي من المعركه اعتبريها معركه هي كسبانة. معركه من غير ما تخسري طاقتك الايجابيه. فلما تكوني انت واخده بالك ما تستسلميش لحركته واكتئابه وشكله وشكواه وتندمجي معه، ما تندمجيش. أول نصيحة ممكن أعملها لإله أخده على كلاس رياضة وميراش. ميراش مش رياضة، ميراش يا جماعة أكيد. هلأ بس أنا سوري قطعتكم، أنا راح أستقبل الاتصالات. هلأ أنا كنت موقف الاتصالات عشان أقدر يعني الاتصالات شوي كتير، بس ما بدناش نطلع برا الموضوع، بدي أحاول أكسبكم أكثر وقت ممكن. راح أخذ باسم ومكملين، معلش اسمحوا لي. ألو باسم ولا أم عباس؟ ألو كيفك يا أم عباس؟ أسمعك. شو أخبارك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أشارك؟ طبعا تفضلي. عارفة شو موضوع حلقتنا لليوم مش هيك؟ نعم. عارفة شو موضوع حلقتنا لليوم؟ ألو ألو سامعتيني أم عباس؟ طب ارجع يحكينا بليز أم عباس. نحن في عنا دائما الخطوط العراقية في عليها مشكلة. نرجع، كنت بدك تخلي أستاذة غدير تحكي لنا عن الحالة النفسية. طب قبل ما نروح للحالة النفسية بعد إذنك تستكمل اللي هي الأوزان وضغطها على العضلات وضغطها على العظام. إيه علاقتها بهشاشة العظام؟ في عندنا نظرية وقاعدة كهربية معروفة عند علماء الفيسيولوجي وعلماء الرياضة بشكل عام، إن الضغط على أي جزء من الجسم بيولد شحنات سلبة، والشحنات السالبة يعني بتجتذب الكالسيوم لأنه شحناته موجبة. أوكي. فهذا هو بيدخل على العظم ويزيد من كثافة العظم. فهذا ميزة الوزن اللي بنستخدمه على الإيدين عشان نضغط على العضلات، وبالتالي الضغط على العظام لتوليد الشحنات السالبة اللي بتتحد مع الكالسيوم وتجتذبه للعظم. حلو. الناحية النفسية بقى غدير تدينا إياه. هلا إحنا ميراش طلعنا فيه بسبع أنواع. كان الهدف منه اللي هو إنه سيدات أصلاً بيزهقوا بملوا. فعشان ما كل يوم تروح تلعب حصة شكل، إنه تضلها مستمرة ببرنامج ميراش، طلعنا سبع أشكال. أوكي. هلا سبع رقصات يعني؟ لا أشكال. أشكال. يعني هلا في ميراش أشكال حر. أوكي. اللي هو كل الحصة إيروبكس حر بدون أدوات، بس طبعاً الأوزان لازم تكون لابستهم. ميراش عصا، بتكون الحصة كلها مستخدمة أداة العصاي، لأنه العصاي كمان بتعمل مقاومة معينة. ميراش شال، ميراش ستيبس، بوزو، وأكوا ميراش اللي هو بالماء. أوكي. طبعاً كله على الموسيقى الشرقية. حلو. هلا السيدة لما تيجي أول إشي بدها تلعب بالحصة بتكون ضمن مجموعة. فهي موجودة بزيد التواصل الاجتماعي مع زميلاتها اللي هي موجودة أول شغلة. هاي واحدة بخليها تنبسط، الشعور بالسعادة طبعاً من خلال إفرازات هرمونات السعادة الموجودة بجسم الإنسان. أيوة. وبالإضافة إنها أكيد بتبتعد عن الملل والزهق، لأنها عم تسمع موسيقى عربية ومتعودة على أغانينا، وبيكون مثلاً ممكن تحمل ذكريات معينة بالنسبة لها، أغنية معينة أو ما إلى ذلك، فبتكون مبسوطة 100% بالحصة. حلو. طيب صحيح الفكرة اللي نحن بناخدها إنه اللي بيلعب رياضة كل ما بذل جهد وعرق هو بيكون هيك عم بيخسر وزن أو كالوري؟ مش بالضرورة. لأنه في أجسام بتفقد سوائل أكثر من أجسام. في أجسام مثلاً ممكن عن طريق البول يكون فقدهم للسوائل أكثر. يعني كل جسم بيختلف عن جسم آخر، ما بنقدر نحكم إنه اللي بيعرق أكثر هلأ هو مؤشر للصحة أكثر، بس ما بنقدر نعتبر إنه هذا هو. قديش مدة الكلاس الحصة؟ ساعة؟ الحصة 45 دقيقة.
45 دقيقة وخلاص؟ بكفي. أنا عم بسأل حاجة ثلاث أيام بالأسبوع. ثلاث أيام بالأسبوع. وكل مرة شكل، مرة بالعصاي، مرة بالشال، مرة بالمي اللي هي الأقوى. هلا لا بعد إذن حضرتك. السبع أشكال دول ده عشان المدربات، يعني المدربة اللي بتاخد شهادة، بتاخد شهادة في كل شكل منهم. لما تكتمل السبع أشكال المدربة حرة، يعني عشان إذا شايفة الناس اللي معاها بيتجاوبوا على الحر بيحبوه ماشي معاه. بس كل ما ارتفع قدر المدربة بالدورات اللي بتاخدها وبالحركات اللي بتاخدها بتقدر الحصة الواحدة تشكل فيها أكتر من شكل. يعني ممكن يكون عندها اثنين تراكس بالعصاية، اثنين تراكس بالشال، تراك حر، على حسب هي محضرة درسها ازاي. فهو ده اللي احنا بنقول عليه بنبعد عن الملل والوتيرة الواحدة والنظام الواحد والشكل الواحد. أكيد أكيد. الأقوى مش هينفع في نفس الكلاس تشكل. أكيد لوحده. بس الأقوى بيخليك تبذلي مجهود أكتر لأنه حركة مية. أيوة بالضبط، فيها مقاومة. نعم. صحيح. طيب السؤال اللي أنا كتير معذبني، ليش في ناس معينين كتير بيشعروا بالجوع يعني طول اليوم؟ نعم، الشعور بالجوع دوت مرتبط بعدة أمور. يعني ممكن الناس اللي عندهم سكر فيهبط عندهم نسبة السكر في الدم على طول يشعر بالجوع. فهذا سبب، يعني إذا بيكون سبب مرضي. أو الناس اللي وهي بتتناول الأكل تأكله بسرعة جدا ما بتشبعش حتى وهي بتاكل، لأن سرعة تناول الغذاء ما بينبهش الهرمون وينبه الدماغ ان الاكل. انما لو كانت الوجبه بتاعته خلال تلت ساعه بيمضغ وببطء شديد بيدي للدماغ اشاره معينه، اول ما تعدي تلت ساعه بيديله شعور الشبع. حلو. فهذا هو يعني السببين، يا اما يكون مرضي او سلوك خاطئ في الاكل. بالضبط. انا بدي احكي عن سلوكيات الاكل وكيف تنظيم الوجبات. حاخذ زياد من كركوك. اهلا يا زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ الحمد لله، انتم اخباركم ان شاء الله بخير؟ والله الحمد لله. زياد، موضوع حلقتنا لليوم الرياضه والطاقه الايجابيه، هل الرياضه هي جزء من حياتك اليوميه؟ احكي الصراحه يا زياد. والله جزء، يعني بجد اخويا العب رياضه وهذا مارس رياضه، بس قاعد اي فايده ما احس بها. يعني اوقات بتلعب رياضه بس ما بتحس انك بتلعب رياضه؟ نعم، أظل ألعب رياضة يعني، بس ما قاعد أي فائدة بيها، ما قاعد أحس يعني. طيب اسمع الجواب من الدكتورة والأستاذة هلأ بعد اتصالك. شكرا كتير يا زياد. زياد بيلعب رياضة بس ما بيحس حاله عم بيلعب رياضة. ده اللي احنا قلنا قبل شوية، انه بيكون الرياضه مش مناسبه للحاله او للهدف اللي هو بيحققه، او يمكن بيلعب على راسه، ما في كوتش. ما في كوتش حتى لو يعني، لو انا دلوقتي لو مجرد حمشي كل يوم، مش مجرد مشي، انا بحقق هدف معين، بس لازم احدد هدفي. يعني هو هدفك ايه من الرياضه بتحددها الاول، وبعدين بنشوف الرياضه المناسبه. يمكن واحد عايز يخس ويخسر دهون، بتلاقيه عمال يلعب مثلا انيروبيك، عمال يشيل اثقال وحاجات غير النظام اللي هو المفروض تبني يستهدفه، جسم مش بتخسس وزن. فيعني المفروض يحدد هدفه وعلى ضوء الهدف بيحدد نوع الرياضه المناسب. أيوة, ايوه ايوه. إذا كان مريض، إذا كان كذا، برضو معظم المرضى نظام الهوائي أو الإيروبيك سيستم هو ده اللي بيناسبهم أكتر من أي طريقة تانية أو حركة تانية. طيب أستاذ غدير، كنا عندنا عم نحكي قبل ما يحكي معنا زياد عن تنظيم الأكل أو ترتيب الوجبات، يعني طب دقيقة صلاح بس أحكي السؤال بعد ما أخذ صلاح. هلا أنا واحدة من الناس اللي باكل وجبة باليوم، بضني 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 بجوع، بعدين باكل الاطفال اللي لازم تغير السيستم. طيب صلاح كيفك؟ خلينا نشوف صلاح شو عنده. يا صلاح. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام يا صلاح. اختي انا وياك صلاح من صلاح الدين. يا اهلا بصلاح، موضوع حلقتنا لليوم الرياضه والطاقه الايجابيه، تلعب رياضه يا صلاح؟ والله صلاح من صلاح الدين، مو صلاح، صلاح من صلاح الدين. فلاح؟ ايه، فلاح من صلاح الدين. ماشي يا فلاح، تفضل. حياك الله اختي. الله يسعدك، تفضل يا فلاح، تشاركنا بعنوان حلقتنا لليوم.
والله عن الرياضة ولا يعني الرياضة ولا الصحية وال بتلعب رياضة يومي يا فلاح؟ نعم أختي؟ بتلعب رياضة بشكل يومي؟ ألعب رياضة بس أنا ألعب رياضة لأني ما مرتاح بالي ولا يعني نفسيتي مرتاحة لأن إحنا مهجرين في كردستان. هذا سؤال حلو فلاح، شكرا كثير لك يا فلاح عم يحكينا من كردستان. بتعرفوا طبيعة الحياة هلا حاليا في العراق، في كثير أعداد مهجرة من بيوتها، يعني هن عمدين هلا عم بيسكنوا بمناطق مش مناطقهم، وعلى الأغلب عم بيسكنوا بالعراء وبالخلاء. كيف بدنا إحنا نعطيهم طريقة، يعني هو سؤال كثير حلو وعاني عليه فلاح، يطلعوا من يلي هن فيه. بتعرفي انت مهجر، يعني لا عنده تلفزيون يحضر، لا عم بيروح مدرسه، لا عم بيروح جامعه، لا عم بيروح شغل، عندهم وقت فراغ بالضبط، وبالهم مش مرتاح ابدا ونفسيتهم بالحضيض. هلا هو قال عم بلعب رياضه بس بالي مش مرتاح ومش مبسوط. في اشياء بسيطه ممكن هن يعملوها تطلعهم من الحاله النفسيه اللي هم فيها؟ اللعب الجماعي، يعني يشكلوا فريقين من القاعدين مع بعض، يلعبوا كوره، يلعبوا فريقين فوتبول، فريقين ايوه. اي حد على باله يعمل حركه والتانيين يقلدوه، يعني لازم يطلع بفكره تطلع من الحاله النفسيه السيئه اللي حلو. يعني هذا توصيه الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اذا كنت متضايق غير وضعك، اذا كنت واقف اقعد، اذا كنت قاعد اقف، اذا كنت يعني نايم قوم اتحرك اتوضى صلي اعمل حركه. حلو. الحركه بركه معروفه هي، فهي يقوم يتحرك باي شكل من الاشكال حتطلع يعني كل الطاقه السلبيه من جسمه. حلو. وينبسط. سمعتنا يا فلاح، اعملوا لكم فريقين فوتبول، العبوا كره، حتى انا بحس الايروبيك العاب شعبيه كمان، والعاب شعبيه سبع حجار وهي الشغلات كمان. بحس انه مش الزومبا، او خلينا نقول الزومبا او رياضه الرقص بشكل عام مثل السباحه. يلا ام عباس، هلا برجع لكم. ام عباس كيفك؟ الو الو، شو اخبارك؟ منيحة. دايري بالك على صحتك يا أم عباس، صحتك منيحة؟ زين الحمد لله. أنا يا أبو جسر أبدأ أحكي عن الرياضة. تفضلي. أم عباس، أنا اليوم قاعد أمارس الرياضة يعني يوميا بس ما أدري أشوف نتيجة. اوكي، شكرا كثير لك يا ام عباس. نفس المشكله كان يعاني منها مشاهدنا اللي حكى قبل شوي، راح احكي عن ام عباس بس خليني ارجع. هل الايروبيكس او خلينا نقول الزومبا، خلينا احكي عن رياضه رقص الزومبا، مثل تدريب السباحه، يعني كيف بتزتي حدا في المي؟ استاذ غدير واكيد الحديث لك دكتوره سميره، واي حركه بيعملها بتعلم السباحه. نفس الشيء الزومبا، يعني هلا مثلا عندك ام عباس كطبيعه حياه ما بتقدر مثلا كل يوم تروح على الجيم، بالبيت لو عملت اي حركه اي رقصه اي كذا، هل هذا الشيء بيخدمها؟ هلا شيء اكيد. هلا حتى يعني في سيدات ما عم بيقدروا يجوا على الجيم وبيحكوا معي انه مثلا احنا حابين نلعب وحابين، بقول لهم حطوا الاغنيه اللي انتم بتحبوا تشتغلوا عليها واشتغلي عليها زي ما بدك. هلا مش ضروره الحركات تكون علميه 100% او بتاخذ الاستفاده منها، بس طالما هي عم تتحرك عم بتشغل قلبها، عم بتشغل عضلاتها، النفس عندها عم بيكون احسن، فاكيد بتستفيد. هلا طبعا يفضل انها تكون مشتركه او يفضل انها تمشي مع مدربه بحركات معينه، حدا يقولها ايش تعمل، يعني هذا اكيد يكون افضل. برنامج ميراج موجود على سيديز؟ هلا السي ديات هاي موجود، نعطيها بس للمدربات. هلا احنا عملنا من اهل، صرنا عاملين هلا اربع دورات بالاردن، عم ناهل مدربات حتى ننشر البرنامج. حلو، يعني انا مثلا ممكن لقدام اشتري السي دي تبع برنامج ميراج او امشي على الخطوات بالبيت؟ اذا بدك تصيري مدربه لازم اصير مدربه، في امل. هلا ان شاء الله لقدام. هلا احنا خلينا ننزل الخمس كيلو اللي عالقين. لا ما شاء الله مدربة. عليك حبيبتي. برنامج ميراج قلنا هو مختص للسيدات، يعني ما بيشمل ذكور، إناث، رجال، سيدات مريضة صحتها منيحة؟ لا هو بيشمل زي ما قلت لك معظم الشرائح. بس احنا مبدئيا بنشتغل مع الستات. اشتغلنا على مجموعة هشاشة العظام وجبنا نتيجة كتير حلوة.
ممكن مرضى السكري مشتركين في الجيم، في بعض الناس عندهم سكر وبيمشي معهم كويس. مرضى الرب، بس في بعض الملاحظات زي ما قلت لحضرتك ان انا ممكن مرضى الرب اقول لهم في عندي انا الحركه ليها مستويين، مستوى عالي ومستوى منخفض. مرضى الرب بس اقول لهم خليكم على المستوى المنخفض عشان ما يتعب نفسها، عشان ايوه ما استثرش الازمه ويكحكح وتحس انها زي ما بيقولوها بالعاميه الصدر قفش او حصل كومبلكشن. العاميه عندكم مش عارف. لا. ولا عندهم ولا هنا ولا المهم عشان ما يحصلش قفله على القصبات الهوائيه اثناء الاداء، فبتكون التمرين اهدى نوع او اهدى مستوى بنديه لمرضى الرب. حلو هيك يعني. طيب شو يعني الشيء اللي بيميز ميراش عن غيره؟ هلا ميراش هو بيميزه ثلاث شغلات. اول شيء انه هو مختلف، بحيث انه البرنامج هذا شغال على الموسيقى العربيه. الموسيقى العربية عملت إضافة وعملت تغيير كتير مختلف، يعني السيدات بيجوا بيحكوا إحنا بس حابين نلعب عشان الموسيقى. هي فكرة مشتركة؟ هي فكرة مشتركة. حلو. طيب أول إشي إنه مختلف، ثاني إشي إنه سهل، بحيث إنه الحركات السهلة مأخوذة من الرقص من تراثنا ومن حركات الإيروبكس مدموجة، يعني أي سيدة حتى لو عمرها مش لعبة جيم، لو عمرها مش مارسة رياضة، بتقدر إنها تمشي بالحصة بسلاسة لأن الحركات بسيطة. حلو. ما في حركات معقدة إنه تحكي والله لا هاي بس لمدربات. وثالث نقطة كتير مهمة لميراش إنه هو فعال. حلو. بيأثر على العظام وعلى الأجهزة وعلى نفسية المرأة. حلو، أهم شيء نفسية المرأة، يعني إذا المرأة نفسيتها مرتاحة البيت كله مرتاح. بيكون مرتاح. عمر، رح نقدر نشوف صورة لإحدى رواد ميراش النسائيات قبل وبعد؟ هاي الصورة قبل ما تروح هاي السيدة على ميراش وبعد ميراش، وهون بعد ميراش. طبعا هاي السيدة مش صغيرة بالعمر، يعني بالخمسينات عمرها. والله هلا المشكلة إنه معظم السيدات لما بيجوا بيمارسوا بيحكوا لا إحنا كبار بالعمر ما بنقدر ننزل أو ما رح ننحف. بس مع ميراش بخلال شهرين هاي السيدة شو بكيف لما صارت. ما أطلع على الهواء جماعة بتعرفوا إني أنا مع ميراش، خلاص هاي زدتوا واحد. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. أنا كتير آسف مشاهدينا، بعرف إنه أنتوا هلا رح تزعلوا ورح تبعتوا لي على الفيسبوك إنه ليش ما أخذنا اتصالات، لكن وقت البرنامج كتير ضيق. أنا حاولت إني آخذ معلومات نستفاد منها أكثر من الدكتورة سميرة والأستاذة غدير. أنا مو حاسة إني سألت كل الأسئلة ولا حكيت كل إشي عندي، يعني كان كمان نفسي أحكي عن الفسيولوجيا التدريب الرياضي، لكن رح يكون إحنا انتهى وقت برنامجنا للأسف. أكيد رح يكون في أنا لنا موعد آخر رح نلتقي ورح نحكي أكثر عن الرياضة والصحة. الدكتورة سميرة عرابي أستاذ دكتورة في الجامعة الأردنية، كان حابين تحكي لنا عن فسيولوجيا التدريب الرياضي أكثر، لكن أكيد قريبا جدا رح يطلع معنا بحلقة تانية. والأستاذ غدير عميرة ماجستير في التدريب الرياضي، المفروض أنه أنتوا نفسيتكم بالتوب. تمام. ما بتتعبوا ابدا. الحمد لله. انتوا الطاقه الايجابيه لنا، وانتوا هلا اكيد من خلال شاشتنا ولكل مشاهدينا ولكل العراقيين الموجودين عنا في الاردن، معروف عنهم انهم بيحبوا الرياضه والرياضه هي شيء اساسي. اكيد في من روادكم عراقيين كثير. طبعا كثير. انا بعرف كثير ناس عراقيين خصوصي بيروحوا على الفتنس وان او الفتنس فيرست او اي جيم. بتقدروا تروحوا عند الدكتوره سميره والاستاذه غدير لحتى تنضموا لبرنامج ميراش، وهو برنامج رياضي بين قوسين رقص، خلينا نقول رياضي مع ايروبيك. مع ايروبيك. واللي عندها الرغبه للانضمام لانها تكون مدربه برضو تتواصل معنا. اكيد رح تتواصلوا معي على صفحتنا على الفيسبوك للي بيحب يتواصل مع الدكتوره سميره او الاستاذه غدير لحتى تعرفوا اكثر عن ميراش، او انكم تسجلوا ببرنامج ميراش او بالجيم او وات ايفر. مشاهدينا ابعتوا لي او انا رح انزل على صفحتنا اللوجو الخاص والبروشور الخاص في برنامج ميراش. برضو مشار منيحة. حلوة شلت منيحة. شكرا كتير، يعطيكم ألف عافية. سوري على ضيق الوقت، كنا حابين نحكي أكثر لكن شرفتونا واستفدنا من عندكم كتير، وإن شاء الله الله يبعد عنا الطاقة السلبية يا رب. والناس أقول الله يبعد عنا الناس السلبيين، ولا بدك يعني أساعدهم؟ بدنا نساعدهم. بدنا نساعدهم. أنتم تساعدوهم أنا ورجاء إن شاء الله. شكرا كتير مشاهدينا، يعطيكم ألف عافية، ونلتقي غدا إن شاء الله مواضيع جديدة. ما بعرف اذا حيكون في عنا ضيوف او لا، بس بكره اكيد رح اخذ اتصالاتكم. ما تزعلوا منا، والى اللقاء.